السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ديكور وتدبير منزلي مع أمان. اليوم بغيت ناخدكم جولة إلى متجر بريكوما للتعرف على بعض المعدات لتزيين حدائق منزلية. بقوا معايا. أول شيء غنتعرفوا عليه في هذه الجولة هو العشب الاصطناعي أو الغازون سينتيتيك. هاد الغازون كيساعدنا اننا نخلقوا حديقه في مكان اللي هو يعني ماشي حديقه، يعني في فناء المنزل او على السطح او على شرفه يمكن لنا نصوبوا واحد الحديقه يمكن نستمتعوا بها. غنوريكم في فيديو مقبل ان شاء الله الطريقه. ايضا بالنسبه الناس اللي ما كيبغوش يضيعوا الماء باستعمال العشب العادي، فبالتالي هذا كيكون واحد البديل جيد. هذا غازو ارتيفيسيال، كاين اثمنه تاعهم كتراق من نشلاش. هذا كاين هذا في ليبيسر ديالو 20 ملم، راه الثمن ديالو 329. هذا المتر كاري ياك كيتباع؟ متر لينيا. متر لينيا شحال فيه في العرض؟ فيه 2 متر في العرض. اذا نقول 2 متر مربع. وهذا راه فيه 7 ملم. هذا راه كومي موكيت يدير 149 متر. متر لينيا. الحق هما كيزينوا كيولي عندك كيجرد وسط لاتيراس ولا شي حاجة. الناس اللي في التيران عندهم ما تيصدقش، عندهم الكازون، عندهم الظل، عندهم سميتو، كيرومبلاسيو بالكازون ارتيفيسيال. مزيان. كيعطي واحد المنظر. بارك الله فيك، بارك شكرا. أيضا يمكننا ناخذوا هنا صالون للحديقة، كيكون إما من بلاستيك أو من نوع من الخشب معين. او فقط يمكن نختاروا طاوله بلاستيكيه وكراسي بلاستيكيه فهي ايضا تفي بالغرض. هاد القطع البلاستيكيه يمكن نثبتوها في الحائط، مثلا حائط فناء او اي او شرفه، فهي في نفس الوقت الا كان كنا في شرفه او بالكون كيمكن لها تحجب النظر يعني من او ما نسميه الفيزافي. وايضا كيمكن لنا نثبتوا بها شتلات ويعني اللواية فكيطلع فيها هاد الربيع، او يمكننا نعلقوا فيها يعني الصيص ديال الازهار كيعطي واحد المنظر جميل. بالنسبه لاواني الازهار او لزرع الاشجار فهي تكون ذات احجام مختلفه وايضا الوان مختلفه، يعني تعطي واحد البهاء للحديقه. لاحظوا هذا الاصيص يمكن نستعملوه كيتعلق في شرفه. كنشوفوا هذا الحجر او الحصى يمكننا نزينوا بهم محابق ديال الورود ونزينوا بهم ايضا الحديقه بكاملها. غنوريكم في فيديو اخر كيفاش يمكن نستعملوه، ويمكن نعوضوهم فقط بحصى نجيبوه من الطبيعه او من الشاطئ. في الحديقة ولا بد يكون عندنا زهور، يمكن لنا ناخذ شتلات من المنابت او يمكن لنا ناخذ بذور لبعض الزهور، بعض الخضروات اللي كنوجدوهم في هذا المتجر. هذه الحديقة خص الاعتناء بها، فبالتالي خصنا ناخذ معدات تكون صالحة للاعتناء بها وايضا لريها. هنا كنشوفوا بعض ادوات الري، يمكن لي في فيديو اخر نوريكم طريقه استعمالها. بغيت نسولك على هذا السيستم داروزاج دابا كي شنو كيفاش كيخدم؟ دابا كيكون عندك لوبو على حسب الجامتر ديالك. كتجيبي هذا كتحطيه في وسطو بالضبط، وهاد لو تيب هذا فيه واحد السيستم هنايا، اون فوا تيكون الماء كثير في لوبو كيطلع. اييه ما حد لا بلونش كتكونسومي في الماء، وهذاك لو نيفو كيهبط اون فوا كتغبر هاد الحموريه هادي، دونك انه لو بو ديالنا خوا من الماء، دونك لا بلونت ا بوزوان ديال ديك الساعه كتسقي. هكا ماشي مثلا خليتها في الصيف مثلا ماشي تكونجي ولا شي حاجه ونعمرها كيبقى شاد الماء. هو دابا النيفو ديال الماء تيكون على حسب لا بلونت. كاين لي بلونت اللي كيحتاج الماء بزاف في الصيف، كاين لي بلونت اللي ما كيكونسوموش الماء اصلا، ما كيحتاجوش الماء، كيصبروا للصيف. اذا هو في نفس الوقت سي ان ريزيرفوار كيبان ليا ياك. كاين ريزيرفوار لتحت، راه هادو فاش كيتحط في سميتو في البو راه كيبقاو هاد الرجلين هابطين، دونك هاد لتحت كامل وهذا كيبقى عامر الماء، كيبقى ريزيرف. ولكن
باش تسافر على حسب لا بيريود، على حسب خصك تعرف مراكش. مراكش عرفتي الجو ديال مراكش خلاص، دونك لي بلونش كاملين تحتاجوا الماء بزاف. هاد القطع البلاستيكيه كيساعدونا اننا نفرقوا بين مختلف اجزاء الحديقه، وكيعطيو ايضا واحد الرونق، يمكن يكونوا من البلاستيك كما كنشوفوا هنا او من الخشب. كنتمنى هذا الفيديو يكون راقكم، والى فيديو اخر اللي غنوريكم كيفيه تحويل فناء المنزل الى حديقه مميزه.